سيدات والسادة، كما جرى العادة بعد اجتماع المجلس الحكومي نبدأ بتلاوة نص البلاغ الصحفي. إذن عقدت الحكومة يومه الخميس 12 من ذي القعدة 1444 الموافق لفاتح يونيو 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، أحدهما حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا دورة 2023، والآخر في شأن تحضير أو في شأن تدابير التحضير لعيد الأضحى وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. في بداية أشغال هذا المجلس تتبع مجلس حكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا دورة 2023، قدمه السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأفاد السيد الوزير في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألف، بزيادة عددية بلغت 62,530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع دورة 2022. يمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10% من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحين والمترشحات الأحرار 132 ألف. كما تطرق العرض لأبرز مستجدات هذا العام والتي تهم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشواهد، والتي تندرج في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة في التدبير التربوي وخاصة مجال تقويم الامتحانات، مما ينسجم مع التحول الرقمي ويساهم في تبسيط المساطر في هذا المجال. كما ستمكن هذه العملية من إنتاج شهادات بخاصيات رقمية تفاعلية والتحقق الآني من صحتها. ولضمان نجاح هذه الدورة تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1753 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 24600 على مستوى جميع الأكاديميات وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.